في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف اجتمع أكثر من 1000 شخص من أبناء قبيلة الدهم، وخرجوا ببيان اتفقوا فيه على وقوفهم بجانب الجيش اليمني وتأييدهم للشرعية، وأن عدوهم واحد وهو الحوثي. المحافظة بإذن الله سائرة إلى نهوض تنموي بإذن الله، وإلى تحرير ومشاركة في تحرير ما تبقى من اليمن. كما ثمن أبناء قبيلة دهم الدور العسكري والإنساني الذي يقوم به التحالف بقيادة السعودية وجهودهم في مكافحة التنظيمات الإرهابية بجميع أشكالها في جميع المحافظات اليمنية. الهدف هو دعم للجبهات، كنا نحث على أن ينطلق هذا الجمع الغفير كل من جهته بجمع لرفض الجبهات والمقاتلين في الصفوف الأمامية. وشدد الاجتماع القبلي على مواجهة كافة الأطراف التي تعطل مصالح الشعب اليمني، خاصة بعد توقيع اتفاقية الصلح القبلي التي تمت بين أبناء القبيلة. هاني صفيان، العربية، محافظة الجوف.